نستقبل الآن مشاهدينا الكرام هاتفيا الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية. بعد التحية لك دكتور، يعني قراءتك للمشهد الآن في ضوء تصريحات السيد الرئيس اليوم. أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد تصريحات السيد الرئيس اليوم هي تؤكد على الثوابت المصرية التي تنتهيها مصر في العقد الأخير أو في السنوات العشر الأخيرة. هذه السياسة الخارجية التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقوم على مجموعة من الثوابت ومجموعة من الأمور الواضحة. في مقدمة هذا أن مصر دولة ذات سياسة خارجية متوازنة تقف بجانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دولة تفضل الحلول السلمية ولغة الدبلوماسية والتفاوض والبحث عن المساحات المشتركة بين الدول والشعوب وحل الخلافات والقضايا عن طريق الدبلوماسية وليس اللغات الخشنة ولغة البندقية والرصاص. أيضا السياسة المصرية التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقوم على التوازن ترفض فكرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لذلك أصبحت مصر في المنطقة منارة للجميع وقبلة يلجأ إليها الجميع عندما يكون هناك خلافات أو هناك مشاكل. لذلك مصر من الدول التي تتوسط بين يعني الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبين إسرائيل حتى تكون هناك هدنة ويكون هناك وقف إطلاق النار. لذلك الأولويات المصرية في هذا الوقت تؤكد عليها مصر مرارا وتكرارا وتقوم على مجموعة من المحددات. أولا أن كل ما يجري في المنطقة هو عرض لمرض، وأن المرض الحقيقي هو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنه عندما تتوقف هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كل الأعراض الأخرى لهذا المرض سوف تتوقف، وأن بدون هذا بدون توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن أن تتوسع وتتمدد الحروب إلى مناطق أخرى وإلى قد تصل إلى جهات بعيدة ومناطق بعيدة. مصر حذرت من هذا السيناريو وحذرت مما يحدث من في الإقليم من هذه الحروب التي تنشأ وتنتشر هنا وهناك منذ بيان 8 أكتوبر. 8 أكتوبر صباحا مصر أصدرت بيان قالت أن ما يجري الآن يمكن أن يؤدي لتوسع الحروب. الآن ونحن يعني على مقربة من مرور عام على ما جرى في 7 أكتوبر، يعني رؤية مصر ويعني قدرة مصر على قراءة ما يجري في المنطقة تتحقق، وبالتالي في تقديري على الجميع الآن أن يستمع إلى وجهة نظر مصر ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تدعو دائما إلى وقف الحرب وحل المشكلات عن طريق التفاوض وعدم استخدام اللغات الخشنة، أن هذا هو الوحيد الذي يضمن السلام والاستقرار. ومصر لها وجهة نظر تقول أن حل القضية الفلسطينية أو أن السلام والاستقرار في المنطقة هو بداية لا يمكن أن يكون موجودا بدون حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. بدون ذلك لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة. مصر قالت هذا الأمر عشرات المرات وربما مئات المرات، قالت هذا الأمر لكل الأطراف الفاعلة سواء كانت قوى إقليمية أو قوى دولية أو حتى أطراف أخرى. لذلك أنا في رأيي حان الوقت للاستماع لوجهة نظر مصر وحكمة مصر وقدرة مصر على القراءة الصحيحة للأحداث، خصوصا أن ما نراه الآن رغم أنه خطير لكن استمراره قد يؤدي إلى فصول أخرى. وهذا ربما كان سؤالي التالي لحضرتك دكتور أيمن، يعني من خلال تحليلك لما نشهده الآن من تصاعدات وفتح جبهات أخرى في هذا الصراع، كيف يمكن للتطورات الإقليمية التي نشهدها الآن أن تؤدي لاتساع رقعة الصراع، وإلى أي مدى يعني نشاهد ربما بوادر لهذا الأمر من خلال التصاعدات الأخيرة في الجبهة اللبنانية؟ بالتأكيد دائما الحروب تنشأ نتيجة للخطأ في الحسابات. غالبية الحروب حتى بما فيها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية لم يكن هناك مخطط جاهز أن تكون هناك حرب عالمية مثلا أولى وحرب عالمية ثانية. دائما الأمور تبدأ وتتدحرج وتصل إلى مساحات لا يستطيع طرفي الحرب العودة منها وإليها، وبالتالي تتسع رقعة الحرب. لذلك ما يجري الآن بين لبنان وإسرائيل أنا في رأيي خطير للغاية، لأنه قبل أن ندخل الآن إلى الاستوديو كان هناك حديث أيضا
عن قيام إسرائيل بهجمات على اليمن، وهناك هجمات ونحن نتحدث الآن على اليمن وعلى الحديدة. صباح أمس أيضا كان هناك يعني هجوم من ناحية العراق على إسرائيل، وبالتالي الدائرة لم تعد تتوقف فقط على إسرائيل وقطاع غزة أو حتى إسرائيل ولبنان، بدأت تأخذ مناحي أخرى وقد تأخذ أيضا مناحي أبعد من كل ذلك. لذلك الحكمة تقول أن وقف الحرب الإسرائيلية الآن وليس غدا هو مفتاح السلام ومفتاح الاستقرار، وأن طاولة المفاوضات مهما كانت الخلافات بين الدول يمكن حلها على طاولة المفاوضات. على سبيل المثال الحرب العالمية الثانية انتهت في النهاية على طاولة المفاوضات، يعني لم تنتهي في ساحة المعارك ولم تنتهي على الجبهات، كل الحروب انتهت على طاولة المفاوضات. ووقف وقف هذه الحرب بداية من غزة دكتور أيمن، يعني حتى لا تغيب الأنظار مع الجبهات التي تفتح فيها صراعات جديدة عن غزة وما يحدث بها وما حدث بها من جرائم أيضا على مدار عام حتى الآن. صحيح، وهذا يعني ما كنا نتحدث فيه بأن بالفعل ما يجري الآن هو عارض للمرض الحقيقي وهو في قطاع غزة. على إسرائيل في تقديري أن تقدم نوع من المرونة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. الآن نحن لدينا مقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي، وأخذ قرار في مجلس الأمن القرار 2735، وهذا القرار والمفاوضات الماراثونية التي توسطت فيها مصر منذ يعني شهر فبراير الماضي وما سمي باتفاق باريس الإطاري الأول، منذ ذلك التاريخ وهذه المفاوضات الماراثونية التي تقودها مصر من أجل خلق مساحة مشتركة يلتقي فيها طرفي الحرب ويمكن وقف الحرب، لأن بدون وقف الحرب على غزة سوف تستمر وسوف تشتعل الحسابات الأخرى وقد تدخل الأطراف الأخرى. ولكن هذا المقترح أيضا دكتور أيمن يعني لم تتفق عليه إسرائيل. نعم، إسرائيل هي التي كانت ترفضه ورفضته بكل مراحله الثلاثة الأولى والثانية والثالثة. اجتهدت يعني الأطراف الوسيطة وفي مقدمتها مصر أن تقنع إسرائيل، لكن يبدو أن إسرائيل خيارها فقط هو خيار البندقية، خيار الرصاص وخيار القتل. ما جرى في قطاع غزة من مجازر في تقديري سوف يظل يعني عار على كل المجتمع الدولي الذي لم يستجيب. مصر كانت دائما تنبه المجتمع الدولي بضرورة أن يضغط على إسرائيل حتى توقف حربها على قطاع غزة، لكن للأسف المجتمع الدولي يعني لم يتعامل بإيجابية مع هذا الأمر. في العام الماضي فقط وخلال عام الحرب استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث قرارات فيتو في مجلس الأمن لمنع مشروعات قرارات أخرى كانت تدعو فقط لوقف الحرب، وبالتالي يعني هذا كان أمر مستغرب وأمر يعني لافت في هذا الأمر. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية منعت قرار في مجلس الأمن يدعو للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67، رغم أن الجمعية العامة التي تمثل ضمير العالم وكل دول العالم اعترفت بدولة فلسطين على حدود 67. وبالتالي كل هذا الأمر بيطرح سلسلة من الأسئلة حول لماذا بعض الأطراف الدولية والفاعلة والقادرة والتي لديها إمكانيات هائلة للتأثير على إسرائيل، لماذا لا تضغط على إسرائيل وتدفعها نحو خيار الدبلوماسية بدلا من الخيار الحالي. وبالتالي أنا في تقديري أكثر دولة يمكن أن تضغط على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن هي أكثر طرف في العالم يساعد وسبق أن ساعد إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت 81 مرة حق النقد الفيتو من سنة 1948 وحتى الآن لحماية إسرائيل. حتى الأهداف الإسرائيلية في المنطقة تقوم واشنطن بتبريرها وماكياجتها سياسيا من أجل إخراجها وتبريرها للعالم. يعني على سبيل المثال الرواية التي تتحدث أن إسرائيل تدافع عن نفسها، أنا في تقدير هذه رواية خاطئة بالكامل. هذه الرواية يعني ربما ردت عليها الولايات المتحدة بنفسها حين قالت أنها مع إسرائيل وتدعمها وأيضا يعني تحميها من أي اعتداء قد تواجهه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية على هذه الرؤية والتحليل، شكرا جزيلا لك.